السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة رائعة أو برنامج رائع وتطبيق لأجهزة iOS سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود. هذا التطبيق يعمل على دمج الموسيقى سواء كانت يعني موسيقى لا تملكها في هاتفك، يعني يمنح لك مجموعة من الأغاني المشهورة، وكذلك استعمال الموسيقى التي في هاتفك، بل وتصوير نفسك، يعني تصور نفسك وأنت يعني تغني هذه الأغنية، أو تصور أي فيديو وتدمج معه هذه الأغنية فقط من خلال هاتفك الآيفون بالدخول إلى هذا البرنامج الذي سوف تجد اسمه وكذلك رابط تحميله أسفل الفيديو. طبعا كما ترى هذه تسجيلات قمت بعملها مسبقا، عندما تدخل البرنامج تضغط على علامة البلس أو علامة الزائد، الآن تختار أي موسيقى من هذه القائمة، بل والبحث عن أي أغنية تريدها ليست متوفرة في هاتفك ويوفرها لك. يمكنك أيضا اختيار ماي ميوزك لاختيار أي أغنية من هاتفك. على سبيل المثال سأختار أي أغنية، بعد اختيار الأغنية يمكنك أيضا اختيار يعني الفترة التي تريدها من هذه الأغنية، يعني بدايتها ليست جيدة يمكنك اختيارها من المنتصف أو من النهاية أو جزء معين من هذه الأغنية عبر تحديد هذه الخيارات. هكذا يعني أريد هذا الجزء من هذه الأغنية، فقط أقوم بتحديد هذا الجزء من الأعلى ومن الأسفل. الآن أضغط على علامة الصح هنا وأبتدأ بتصوير نفسي، يعني أقوم بالتصوير ويعني وبعد الانتهاء هكذا أضغط على هذا الزر. كما ترى الصوت يشتغل عندما تقوم بالتصوير هكذا. الآن انتهى من التصوير، يمكنك عمل الفلتر يعني مشاهدته الآن هكذا، يمكنك أيضا مشاركته على الشبكات الاجتماعية انستغرام، فيسبوك، تويتر، واتساب، وكذلك اليوتيوب. يمكنك الضغط أيضا على مور وإرساله عبر رسالة، أو يمكنك يعني تعديله إذا أردت ذلك، يعني تطبيق رائع للغاية. شكرا على حسن متابعتكم، أتمنى أن يكون هذا التطبيق الرائع قد أعجبكم. رجاء إذا أعجبك هذا التطبيق وأعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب لتتوصل بجديد مدونة العالم الافتراضي. يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات كتابية ومصورة بالفيديو في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، لا تنسى متابعتي، إلى اللقاء.